هنايا غادي تشوفوا هنا دويت على القذف من بعيد اللي ولا مزيان، دويت على تنفيذ الاخطاء اللي ولا مزيان، ولكن الحاجه اللي خايبه خصني ندوي عليها هي مثلا ضربه خطا اللي غيضرب بنتي. غادي نعاود نحكي واحد القضيه اللي بدا من الاشاره ليها، هي انه باقي ذاك المشكل ديال عدم تنفيذ، عدم تقسيم المهام. ملي كتكون كونفره في واحد البلاصه نورمالمون خصك معروف شكون اللاعب اللي غيضربها، ملي تكون اليمين اليمين، اليسار مول اليسار، مول الوسط مول الوسط، كيكون مقسمين المهام هادو من المدربين اللي كنعرف. فالمدرب هنا راه باقي عنده مشكله، باقي اللعابه تيخليهم بيناتهم يتفقوا، راه كاين مشكل هنا. سي بنتايك غيضربها فين غيضربها؟ غيضربها في الرجلين، دومي فولي، دارها المره الثانيه دابا من بعد الماتش الاخر اللي كان ضد المحمديه، ضرب كوفره في الركبه تاع اللاعب عاوتاني. يعني وحتى ملي تعاودوها بالفيديو غادي يبان لكم بان بنتايك ملي غادي الكره بغا يضربها تيبان لك تحنى، بمعنى اش كيدير؟ تحنى وكيحقق ما بين الرجلين، بحال كيقلب هذيك الفجوه قاصد باغي يضربها دومي فولي بين 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 الدفاع. علاش اخويا واش انت كتسحب واش الناس كوان برا ما ماشي يخليو لك شوج الباري شحال فيه؟ الباري راه فيه اكثر من سبعه اللعابه، كيفاش غدوزها بيناتهم؟ شكون انت؟ دونك الله يرحم الوالدين، التواضع حتى انت ولا ما لا كوفره بالطريقه اللي كيلعبوها الناس بلا ديك القرايه الزايده هذه، راه كتهز فوق من الباريات، الباريات كوندونسي كما تيقولوا، واقفين شي شاد في شي، كنضرب كوره فوق من ريوسهم الدوزيام بوطو راه هو الكون. الا عندي شي عبار راه غنضربها بلانتيريور دو لا غوش، بلانتيريور دو بي، دايره لجهه اليد اليسرى تاع الكون، راه ما عنده ما يجي فيها. دونك كنتمنى انه بحالة الاخطاء بدائيه راه ما خصناش عباد الله نوقعوا فيهم. هي شتي راه ضربات في الرجلين ورجعات، رجعوا لها الدقه 31 راه غتلقاو هكا كتلقى ضربات في الباريات في رجليهم. هنا القذف، هنا دائما القذف، هنا 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 جوك هو زريده هذا اللي قذف، ولكن القذفه ما كانتش خايبه، القذفه كانت قويه واخا هي مشات في يد الكون، ولكن مزيان. انا كيعجبني القذف اللي يكون مؤطر، غير يكون في يد الكون، ما يكونش غير كتصيد الفراغ. ها هي مقدره مشات عند الكون، الكون نعس عليها باش شده، فمزيان هكا القذف، بغينا القذف يكون هكا. هنا الكره اللي غتجي فيها ضربه خطا اللي جابت الهدف الثاني، بوزوق بطبيعه الحال هنا راه كان الهبطي كيطلب منه يعطيه البالون، هو لا هو قلب الاول وبغى يقلب الثاني لانه كان كيقلب باغي يضرب هو البوطو، وهذا الشيء كنتمنى انه ما يبقاش عندنا، لانه بغينا ما تكونش ديك الانانيه يكون اللاعبين كيتعاونوا بيناتهم. فغادي يضربها الثاني غيبقى يقلب الثاني، الثاني غيطيحوا، غتجي الكوفره. الكوفره الكوفره باش نوضح واحد القضيه، الكوفره ديال الناهيري، فالكوفره ديال الناهيري سميتو غادي تلاحظوا وغادي نوريها لكم بالتصاور، وكنتمنى ان اللاعبين ديالنا يستافدوا من الناهيري، لان راه كينفذ بواحد الطريقه احترافيه، طريقه كبيره، ولو انه مشى ليه العبار هذه مده راه يلاه استرجعوا، راه شحال هذه ما بقى ما كاش يكوفر، ولكن السيد تيبان لك صنايعي وتيبان لك خدمه، كيبان لك داك الشيء خادم، وغادي نبين لكم كيفاش. ياك 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 الناهيري فيه تقريبا 1.86 و 1.90 و 1.90 واقيلا فيه ديال الطول طويل ياك، وملي جاي الكره غيضربها، وعاودوها بالفيديو شوفوها، غادي يبان لك السيد جاي طويل واقف هكا شي، ولكن ملي غادي يوصل لو ديغني متر قبل من البالون وقبل ما يحط اليسرى لو بي دابوي حدا البالون، غادي يبان لك غادي تقوس، غادي تقوس، غيولي داير هكا، وديك الرجل اللي غيضرب بها البالون غادي يقيس البالون ويطلعها هكا، يعني غيطلعها علاش؟ باش الكره كتهز فوق من هذوك الناس وكتنزل للبالون. راه هذا راه هذا الشيء راه واقف زريده حداه، راه هو زريده واقف في الوسط في ديك الدواره، راه خصو يستافد من هذا الشيء، خاصهم يتعلموا، راه ماشي غتبقى كتشوف فيه راه ضربها، لا شوفوا كيفاش كيدير، راه صنعه. اذا غادي نوريها لكم باللقطات وغتشوفوا كيفاش غيتقوس السيد مع الكره، ماشي جات وهبطات هكاك. ها هي شوفوا هنايا راه باقي واقف طويل ياك، باقي مسبع، شوفوا ملي غادي يحط رجليه على البالون ما بيناش هنا، هنا فاش دخلت الشبكه، ولكن هي عندي اللقطه، ها هي شوف ها هي، رجعوا ليها الله يحبكم بالفيديو، وقفوا الفيديو شوفوا ملي غادي يحط شي رجل العسريه اللي كتبقى محطوطه على البالون لو بي دابوي، شوفوا الظهر ديالو هو كيفاش تقوس، السيد كان واقف مسرح، شوفوا كيفاش ولا مقوس لابروش دي بالون وفي الوقت ديال لافراب، تيبان لك انه تعوج مع الكره. هادو هما الكوفرات اللي كيطلعوا فوق من الدفاع وكينزلوا مع مع الشبكه ديريكت، يا اما في 90 يا اما كيجيو مع الحديده ديريكت مع البالون، وفعلا راه داكشي راه صنع، راه ماشي
دونك كنتمنى اللاعبين الاخرين يستافدوا باش ما يبقاش عندنا غير اختيار واحد ديال القذف، والا ما كانش الناهض يكون واحد اخر. فنتمنى اننا نستافدوا من هذا اللاعب. هنا واحد النقيطه غتبان لكم ربما ما كاين اللي ما غاديش لها البال، هنا تيبان لكم الناهض من مارك عند من مشى، مشى عند الزلهوني، باش تعرف انه الماضي دائما يلقي بظلاله. انا واحد اللاعب اللي كتجيبو نتايا ملي كيكون شي لاعب معاه في الفرقه اللي فايت لعب معاه من قبل، وبيناتهم كان بيناتهم كنعرفوا بعضياتهم وكنسمعوا بعضياتهم كذا، فلا بد كتكون ديك الصداقه بيناتهم، والصداقه اللي كتكون بين اللاعبين كتقويهم في التيران، كتخلق منهم واحد القوه اللي كتفيد الفرقه. فانا لاحظت بانهم مشى ديريكتوم وعنق الزرهوني كان اون بلاصون ديك الساعه غادي يمشي عنقو بحال زعما بغى يقسم معاه الفرحه. فكنتمنى سميتو يعني بالنسبه للاعب اللي هو ناهيري فقام بمقابله جيده البارح، فقط خصو يخدم الاخطاء الدفاعيه اللي باقا عنده، خصو يخدم كذلك على مستوى التمرير الجانبي، لانه البارح ما قامش بالعمل ديال جوغ دو كولوار بداوي احسن بكثير في الكولوار وفي السونتراج وفي المشاركه الهجوميه. فقط نفعنا في ديك القذف في القذافات في الكوفرات، ونفعنا دفاعيا شي شويه، ولكن كاين بقى عنده اخطاء، اذا مازال خصو الخدمه، وان شاء الله مازال غيفيد الفرقه، لانه محتاجين حنا لهذ النوعيه من اللاعبين اللي عنده الكره الثابته. هنا هذه هي اللي قلت لكم ديال الهابطي اللي غادي ياخذها من عند بوزوق وغادي يدخل بها وغادي تيلي. يعني قذفه هي قذفه داز راه هي كتبان داز محض البال، قذفه زوينه. اذا قلت البارح كذلك الهابطي قام بقذفه زوينه اللي هي ديال كندوي عليها، فهناك اللاعبين كيبان لك هناك مستجدات بداو كيزعموا يتيريو، وداك يتيريو بطريقه مزيانه، هذه راه كتسمى بحال كادري محض البال مزيانه، احسن من دوك اللي كيقولوا الفوق.